فيراريز وام 2s عندنا كرايتيريا نحن عم نحافظ عليها بالكلوب لحتى عم نعمل شيء جديد بعده ما حدا عامله وكمان ريبريزنت لبنان ريجنلي انه نحن موجودين على الماب. الجاذرينج اليوم هي رايد على دوما كون بري بلاند يعني احنا بنحضر له من فتره بنحضر له بنخطط له بنطلع سكاوتينج على الطريق بنشوف اذا الطريق منيحه الطريق مش مناسبه الميتينج بوينتس بناخذ الاذون اللي لازم ناخذ الاذن من البلديه ان كان او من سوليدير والى اخره. فان شاء الله نحن طبعا نحن بنحافظ على قوانين السير نحن تحت القانون والسرعه على طول حسب سرعه الطريق نحن عم نطلع نتسلى. طبعا سيارات سوبر رياضيه مثل ما انت شايفه يعني ما حدا بده يعمل حادث ما حدا بده يأذي سيارته او يأذي غيره فنحن بنلتزم بكل قوانين السير ونحن اوريدي بننبه الاونرز واي حدا بيسرع بنقول له لا ووقف لانه بالنهايه السيفتي هي اول شيء ونحن الحلو فينا بالكلوب الحمد لله اور ريكورد از زيرو زيرو اكسيدنت السبب انه نحن على طول كثير عاملين سبوت على قصة السيفتي فهلا نحن اليوم مفروض نحن نمشي هلا ان ذا نيكست 5 مينيتس نمشي نحن تقريبا خط واحد على الطريق او تو لاينز على الطريق حسب الترافيك وبنطلع نحن على دوما. دوما منطقه عم نسلط الضوء عليها هي دوما منطقه ما كثير يمكن معروفه الناس قاعدين ببيروت او براس بيروت بس هي منطقه حلوه كثير مناظرها حلوه واللي احلى من هيك انه زفت تبعها كثير منيح زفتينا ريسنتلي فيري ويل فور ذيس كارز فور ذيس تايب اوف كارز بس فنحن ان شاء الله مفروض انه يخلص نهارنا حوالي الساعه 2:00 في ترويقه هونيك او ليتس سي برانش وطبعا جامعة العالم مثل ما انت شايفه حواليك يعني نحن اون افريج بنطلع 25 سياره حوالي 40 زلمه اون افريج. سوري بس كنت بدي اسالك في حال حدا بده من الحابين انه ينضم للكلاب تبعو لكم كيف ممكن يتواصل معكم؟ في يتواصل معي انا شخصيا او بالاورجنايزرز نحن عندنا جروب اورجنايزرز هن بيهتموا بتنظيم الايفنتات وتنظيم الممبرز اللي فوتوا بيجي وبيطلعوا. نحن اكيد عندنا كريتيريا هي براندز معينين للسيارات يعني مثلا اذا نحن بدنا نقبل نيسان عم نقبل جي تي ار لانه هي هايست بالميكر كنيسان اذا مثلا نحن بدنا نقبل ليتس سي البورش عم نقبل توربو اس او الجي تي مودلز بما انه الجي تي مودلز بيعتبرون انه هن سوبر كارز خاصه ذا ليتست وانز جي تي 3 ار اس مثل ما انت شايفه والجي تي 3 والى اخره. بالنسبه للام باور كمان الام 6 ام 4 بصراحه سيارات كثير حلوه وكتير قوية كمان نفس الشيء بالنسبة للسيارات الإكزوتيك التانية إن مثلا البنتليز سوبر سبورتس كاربون إديشنز وهول السيارات الفراريز طبعا كلهم F12s مثل ما انت شايف F12 و458 اللامبرجينيز عامة عم نقبلهم كله يكون الكونديشن تاعتها منيحة حتى لو كانت قديمة شوي بس يكون كونديشن يعني من برا من جوا محترمة لتليق بالكلوب وهيك والمرسيدس مثلا C63S وكمان التوب براندز يعني اعلى شيء بالمرسيدس لاني 63 اديشنز وي اونلي اكسبت ذا ريسنت 63 اديشنز از ويل مش الاولدر جينيريشنز. خبرنا شو عن سيارتك وعن النشاط تبعك اليوم. انا جايب نيسان جي تي ار 2016 جراي من جوا احمر مثل ما شايفين مركب له فول سيستم اكزوست اي بي اي امبارح بعدني مركب له داون بايبس وسياره كثير حلوه كثير فيها ثبات عالي وبرفورمانس كثير 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 عاليه وكانت يعني من سيارات احلامي بالاحرى وهالكلوب ليبانيز اوتوموتيف يعني انا بتشرف كون فيه وكثير مبسوط انه بوجودي فيه.